وناخذكم مشاهدينا الى موضوع اخر مهم ايضا. تتزايد الاعلانات للادويه الطبيه والعشبيه على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، للاسف هناك اقبال عليها. تقدم وعود بحلول سهله وسحريه لمشكلات المتابعه الصحيه او الجماليه، وكل المختصين ياكدون استحاله هذا الموضوع من وجهه نظر علميه. معنا اليوم دكتور محمد شرخان المتحدث الاعلامي لنقابه الصيادله العراقيه الحديث عن هذا الموضوع المهم. اهلا دكتور. اهلا وسهلا بكم، تحياتي. الله يسلمك، تحياتي لكم ولكل الكادر. دكتور، نعترف بان هناك سوقا رائجه على مواقع التواصل الاجتماعي للادويه، وكثير وخاصه صغار بالعمر شغلهم الشاغل اليوم للسوشيال ميديا، وعندك ارقام تؤكد يعني طبعا اقبال. شلون؟ تحياتي لكم. مثل ما تعرفين انا احب ابدي او استهل كلامي بارقام واحصائيات. نعم. طبعا العراق هو من الدول المتقدمه بنسبه السكان اللي هم متواصلين او عندهم تواصل بالموبايل او الهاتف. اضافه الى ذلك هي من الدول اللي بها نسبه عاليه من الناس اللي هم اكتف على السوشيال ميديا او فعالين على منصات واضح التواصل الاجتماعي، والنسبة اللي العراق هي أعلى من النسبة المتوسطة العالمية، ونصل إلى المصافي المتقدمة بالتواصل. 98% من الشعب العراقي هم عندهم موبايل أو عندهم سيم كارت، وربما يسأل السائل يقول شلون 98% من الشعب أو تقريبا 40 مليون والأطفال وينهم؟ بالرغم من أنه نسبة كبيرة من الأطفال عندهم موبايلات، لكن هذه النسبة أخذوا بنظر الاعتبار الناس اللي عندهم أكثر من موبايل أو أكثر من سيم كارت، لذلك النسبة هي 98%. هذه النسبة سنويا تزيد بنسبة 3.6، تقريبا 1.5 مليون موبايل او سيم كارد يزيد سنويا بالعراق. 75% من الشعب العراقي هو متصل على شبكه الانترنت، وهذه النسبه تزيد سنويا 2.6، او تقريبا 1 مليون شخص سنويا يزيد بالعراق متصل على شبكه الانترنت. 61% من الشعب العراقي هو فعال على منصات التواصل الاجتماعي، تقريبا 25 مليون من عندنا مقابلين الفيس والانستا ومنصات التواصل الاخرى. 50% من الشعب العراقي عنده حساب فيسبوك، و50% من الشعب العراقي عنده حساب انستا. طبعا هذه اعداد مهوله وكبيره اذا ما قارناها بدول الجوار او اي دوله عالميه، لذلك هذه السوق خصبه. استنادا الى اي مراجع او مصادر؟ مصادر كثيره، اهمها الستاتستيكا. اي واحد يدخل على جوجل راح يلقاها بس باللغه الانجليزيه. نعم. فبها مصادر كثيره من ضمنها الستاتستيكا. ممتاز. طبعا هذا السوق رائد وله تاثيرات كبيره. نعم. اولها السياسيه اللي احنا نشوفها، اجتماعيه واقتصاديه وغيره. اليوم اللي اريد اني احكي عليه هو هذا الكم الهائل من الجمهور العراقي هو مستهدف من قبل ناس وصفحات للبزنس او عمليات البيع للادويه والمستحضرات الطبيه اللي هي الغير مشروعه او الغير مصرح لها ان تباع على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا اغلب هذا السوق رايح الى سوق المنحفات، يعني منحفات. قدر كبير. أيوه. جدا من عنده يروح الى سوق الاشياء الجماليه والاشياء الجماليه راح نجي نحكي بها، بس اكثر شيء هو المنحفات. أيوه. طبعا تستخدم هذه الجهات او المنصات. الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تستخدم الفنانين والمشاهير والفنانين والبلوجرز والفاشنستات للترويج والاعلانات، وطبعا هذول المشاهير ما راح يزيدون رصانه المنتج ابدا. نعم. اضافه الى ذلك وهو ما هو مهم، استخدام هذه الصفحات لرسائل بيعيه خاطئه، وخلي اقول كاذبه 100%. مثل ما يقول لك باليوم تنزل كيلو، بالاسبوع 10 كيلوات. نعم. بالشهر 20 كيلو. فيجي خطيه المواطن يقول لك انا يومية كيلو، يعني 30 كيلو انزلها بشهر. وايضا من اهم الرسائل البيعيه الكاذبه اللي هو بدون رجيم، يمكن احنا نقراها بدون رجيم بدون. أيوه. رجيم. وهذا كذب طبعا. بل هذا نصب واحتيال. ما في شيء اسمه ينزل وزنك بدون رجيم. نعم. اضافه الى ذلك ظاهره الكباتن، الكابتن ما اعرف منه والكابتن ما اعرف منه، يقعد على الميز ويحكي ميديسين ويحكي طب ويحكي بتنزيل الوزن والى اخره. عن قانونيا كل هذول الناس اذا صار اي شيء على اي مواطن صحيا هو راح يساءل قانونيا، لان انت اللي روجت وانت اللي شجعت الناس انه تشتري هذا المنتج. يعني تصور هناك حساب، يعني اكو قانون بهذا الشيء دكتور؟ المفروض
اكو قوانين بس غير مطبقه هي. ما احنا هاي مشكلتنا بالعراق، اكو قوانين احنا بنناقش اي قضيه يقول لك احنا بس احنا من خلال الرصد والمتابعه والشغل دا نشتغل ويا الجهات الرسميه اللي هي وزاره الداخليه ووزاره الصحه. نعم. لمنع هذه الظواهر، وحتى دا نحاول دا نشتغل انه نحاول ندخل عمليات البيع اللامشروع لهذه المنتجات من ضمن الجريمه الاقتصاديه او الجريمه حتى الالكترونيه. طبعا. لانه هذا نصب واحتيال بصوره يعني رسميه جدا على المواطنين. ولا تنسين هذا بزنس كبير يعني بملايين الدولارات بالاف وربما مئات الالاف من العراقيين دا يشترون هذه المنتجات اللي هي غير صحيحه وغير مفيده. صحيح. طب شلون يعني أنا من صفحة أو أتجول في الإنستغرام أشوف كثير يعني صفحات بأسامي صيدليات بأسامي دكاترة، المتابع أو المشاهد أو المتلقي كيف يفرق بين الصيدليات الوهمية وبين الدكاترة الوهميين والحقيقيين؟ هي هاي هسه مودة طلعت قبل فضاء واسع كل شيء به دكتور، حتى يزيدون من الرصانة للمنتجات اللي يبيعوها أو يزيدون الثقة، يمكن الناس بدأت تكتشف. نعم. هذا الشيء صارت خصوصا على الانستا وعلى الفيسبوك صفحات باسماء صيدليات او صفحات باسماء اطباء. تدخلين على الصفحه تشوفين طبيب شكله مرتب كانه اردني او سوري او لبناني. نعم. تدخل على الصفحه وكانه هو الطبيب يحكي عليك ويوصف لك، وهو بالنهايه كل الطرق تؤدي الى راما، عنده منتج من ما تجي راح يبيع لك هذا المنتج. نعم. واحدة من عمليات الرصد اللي انا شخصيا قمت بها صار بالفيسبوك صوره واسم صيدليه. بالبحث والتقصي الصيدلية هي بليبيا موجودة، صورة موجودة مع الصيدلية بليبيا، فدخلت سلام عليكم السلام، أنا أريد المنتج مالتكم اللي تقولون عليه، ايش قد وزنك، ايش قد طولك، من تريد تعرف من الأرداف من البطن إلى آخره. فقلت لهم أنتم وين مكانكم؟ أنا أريد أزوركم يعني ما أريد أشتري أونلاين. إحنا بأربيل. قلت لهم أوكي أنا بأربيل. وين بأربيل؟ بعنكاوة. وين بعنكاوة؟ يم ما أعرف وين، يم ما أعرف وين. قلت لهم ماكو صيدلية. ضيعوك يعني. إي قالوا لا مو إحنا سادين حاليا بسبب الصيانة، طبعا كلهم نفس القصة. كلهم بالنهاية تنتهي لو تهديد وعيد إلي زين لو بلوك زين انت منو؟ اني الصيدلاني كذا زين اني صيدلي اعرف كل الصيادله، انت منو؟ ها انا خبير تغذيه. زين شنو خبير تغذيه؟ انت طبيب خريج عندك اختصاص ماستر بورد تغذيه الى اخره. بالنهايه يطلع شاب صغير هو مشغلي راتب 500 الف على الصفحه ويلعب دور الصيدلي او دور الطبيب حتى يبيع هذا المنتج. طبعا المنتجات هي المنحفات يا اما تكون فيك ميديسن يعني مغشوشه يا اما تكون مخاضعه طبعا يا اما تكون شو يسمون مراجعه مراجعه وفحص وزاره الصحه يا اما تكون بها مواد غير صالحه للاستخدام مثل الثايروكسين مثلا اللي يزيد ضربات القلب خلينا نحكي عن الاخطر هاي، خلينا ننبه الناس. هو انا هذا كله هي شو اخطر المنتجات الموجوده الان اللي لازم يبتعدون عنها وما يشتروها؟ المنحفات بالاصل هي الموجوده الرائجه بالسوق حتى بالعالم هي المنحفات العشبيه. اكو كم عشبه مثل الجارسينيا مثل الجرين كوفي القهوه الخضراء والشاي الاخضر وجماعه الرازبيري وغيرها، فهي كلها اضافه للسي ال اي كونجوكيتد لينوليك اسيد، هاي كلها اعشاب تساعد بتنزيل الوزن. بس المسجات او الرسائل البيعيه اللي يستخدموها خاطئه. ثاني شيء المنتج يا اما يكون مغشوش يا اما يكون باشياء غير قانونيه مثل الثايروكسين قلت لك عليه يسبب اختلال الغده الدرقيه ومشاكل صحيه تصل الى الوفاه، قد تصل الى الوفاه. او يا اما تكون مستورده من هذه الشركات العشبيه وتباع باسعار خياليه 50 و75 الف، وهي بالحقيقه انا اقول للصيدلي ما تكلف بضعه دولارات. فهم يعتمدون على الربح الاني والعالي السريع. طبعا هم الصفحات كل فتره من ينفتح اذا انكشفوا فهو مطلع فلوسه لي يعني مطلع فلوسه لك يروح يجيب منتج ثاني واخر. يعني طبعا احنا كصيادله واطباء نتداول اعلاناتهم بنوع من الكوميديا والضحك. يعني مثلا واحده من المنتجات حاطه ومخلي ظهره ما يريد يبين صورته. زين انت شلون تبيع لي شيء اصلا ما تريدني اعرف شنو هو مثلا. فهي هاي المشكله. طبعا من تاخذين المنتج وتشوفي، وانصح كل المواطنين ادخل على جوجل زين بس اكتب اسم الشركه المصنعه اذا موجوده واسم البرودكت تشوف ما له اي وجود. بينما بالحقيقه لو منتج هو معترف به وموجود راح تلقاه وراح تلقى الويب سايت مال الشركه وشلون مصنعيه وحتى تلقى سعر بقيه دكتور الدول. هو هذا الوعي اللي نريد نخلقه للناس
انه البحث هذا انتم بدكم تاخذون ادويه، بدكم تاخذون اعشاب، مثل ما قلت انه يعني ممكن صحتك ما معقوله رخيصه عليك، حتى لا تريد تضعف او حتى لا تريد اذا انت موجوده على السوشيال ميديا 8 ساعات 9 ساعات يعني مو ممكن دقائق حتى تتاكد من المنتج اللي انت راح تشتريه. نرجع ونقول هذه المنتجات غير مسموح لها البيع على منصات التواصل الاجتماعي وهي غير مرخصه من وزاره الصحه. يا اخي اشتري اللي تريده من الصيدلي. الصيدلي من صيدليه معروفه، اكو 35 صيدلي موجودين بالعراق لخدمه ال 41 مليون. اخذ دواء او اخذ اللي تريده، لانه ما راح يعطيك بس منتج، راح يعطيك خدمه صيدلانيه، راح ينصحك. وثاني شيء باكر عقبه يصير عندك شيء تعرف اكو شخص معين انت تعرفه اشتريت منه، تروح تاخذ منه النصيحه، تحاسبه تقول له صار بيه كذا، صار بيه كذا الى اخره. ما اعرف شلون المواطنين يشتري منتج من شخص مجهول، ما تعرف هو وين ولا شنو ولا كذا، يجيك المنتج عن طريق شركات توصيل حتى هي ما لها علاقه. يعني شركه التوصيل من تسأليه يقول لك هاي الشركه وين، هذا يقول لك انا ما اعرف، انا شغلتي بس اوصل وخلاص. يعني هو ثيرد بارتي، الطرف الثالث اللي هو اللي يوصل هذه المنتجات. طب على الاعشاب ايضا هم في ضجه مع الاعشاب، والكل كانه تملك الحل السحري لكل مشاكل. انا قلت لك شوفي، خل اقول لك علميا، إذا واحد يريد ينزل لازم يقلل السعرات الحرارية اللي تدخل للجسم. كل هذا غير كذب، وكل هاي الأشياء اللي جاية هي هاي المساعدة. فإذا يجيني شخص أو تجيني بنت عندها 20 و30 كيلو زيادة، لا يمكن أن تنزلها بشهر أو شهرين إلى آخره. النزول الطبيعي للوزن هو كيلو بالأسبوع، فكل من يقول لك كيلو باليوم و10 بالأسبوع و20 وما أعرف إيش كذب. كل من يقول لك هاي الكبسولة الذكية والكبسولة الخارقة، هاي بس تنحت بطن، هاي بس تنحت أرداف، هاي بس تنزل، هذا كذب. هو الجسم الإنسان مثل المصنع، مصنع واحد زين، ينزل السعرات الحرارية، من تقللها راح ينزل وزنك كله. أوكي، هذه شغلة كلش مهمة لازم يعرفوها الناس. أي واحد يتكلم غير هذا الكلام هو كذب وعاري عن الصحة وغير صحيح. إذا تقلل السعرات الحرارية اليومية تدخل جسمك بحيث تكون أقل من السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمك، ما راح الميتابوليزم أو الأيض يتحول حتى يحرق الدهون. وهذه عملية لازم تكون تدريجية، وهذه مال بدون ماكو شيء نهائيا، مال أكل وبراحتك بس أخذ هاي الحبابي وتضعف. اللي ينزل نزول سريع وكبير هذا غير صحي، وموجود بأمراض كثيرة، مرضى السرطان وغيره ينزل نزول سريع. فكل نزول صحي لازم يكون تدريجي. وأكو أخصائيين، أكو صيادلة ينصحون بهالموضوع، وأكو أطباء اختصاصيين التغذية وأطباء البارياترك أو اختصاصيين السمنة، وأكو يعني أكو طرق علمية صحيحة لإنزال الوزن، توصل من قص المعدة إلى البالون إلى استخدام التكميم، التكميم وإلى استخدام أكو أدوية حاليا عالميا هي مصرح لها أنه تستخدم للتنحيف، وهذه طبعا ما تصرف إلا بإشراف الطبيب وبوصفة. أنا سماري أقول أسماءها ولا أشرح شنو هي لأنه حتى لا تعتبر دعاية إلها. فكل هذا غيره يعني ما راح يجدي نفع، وأكيد هسه الناس اللي عندهم تجارب يعرفون هذه المنحفات بها سايد إفكت وبيها أعراض جانبية كثيرة. أول شيء تأثر على الجهاز الهضمي، ثاني شيء تأثر تسوي إمساك حاد، وكل المستخدمين هسه يعرفون شنو إمساك حاد، وتاليتك يصير عندك بواسير، يصير عندك ناسور وتعاني من هالمسائل. تأثر على الكبد، تسوي جفاف، تأثر على الكلية، قد يوصل إلى الفشل الكلوي، وأكو حالات كثيرة توفوا بسبب الفشل الكلوي. تزيد ضربات القلب، تأثر على القلب، تسوي صداع، تسوي كآبة وإلى آخره. وبالنهاية هو ده ياخذ يتحمل، عبارة راح ينزل 20 و30 كيلو وغيره، وبنهاية الأمر راح يتركها. يمكن هو أيضا متابع واحد مشهور روج إلى، فهو أنا بالتالي كل نحن المشاهير الابتعاد عن الترويج عن أي منتجات إلها علاقة بالصحة إلا بعد التأكد من المنشأ بس الصيدلي والطبيب من حقه أنه ينصح ويحكي بهذه المنتجات. وإحنا أيضا ما نبخس جهد بعض الأطباء اللي هم أطباء حقيقيين ويفيدون الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً أنا مع أنه الدكتور أو الصيدلاني يظهر هو يتكلم
واني اني اني شخصيا اشجع وشجع كثير من الصيادله ودا اشتغل وياهم ودا اقول لهم اظهروا الاعلام. ايش نحكي دكتور؟ احكي كل المواضيع اللي تريدها، المهم احكي، لان هذا صيدلي، هذا طبيب معروف موجود ومعروف شهادته، وهو حيكون مسؤول عن الكلمه اللي يقولها. ودا يحكي ويا الناس واكيد يخلي عنوان، يخلي واتساب للتواصل، فيعني حقائق لابد من وجودها. الصفحات الوهميه صدقيني بسؤالين يوقعون يعني. بس والله لهم متابعين هواي دكتور، انا تفاجئت من دا ابحث عن الموضوع ودا احضر له يعني الاف الدولارات ومئات الالاف الدولارات يصرفوها بالترويج على الفيسبوك والانستا حتى يجيب لهم جمهور حتى يبيعون، فهي عمليه تجاريه. بس عمليه تجاريه مثل ما قلت هم يبيعون حتى لو فتره قصيره، بس كلها هرب وهرب، وممكن يسوون غير حساب ويبدون من الاول. حسابات كثيره جدا واحنا نعاني منها اليوم، صيدليات وهميه طبعا. يعني حتى من ادخل عليهم انا ما عندي سلطه عليهم، وزاره الداخليه والصحه عندهم سلطه عليهم. بس اقول له لا تكتب صيدليه، لانه انت تسيء لي، احنا مسؤولين عن الصيدليات الحقيقيه الموجوده على ارض الواقع. هذه صيدليه وهميه، حاط لك صوره مال صيدليه من ليبيا وصيدليه راس العبد ما اعرف شو اسمها، حاط صيدليه من ليبيا ومن ما اعرف وين، وينصب على الناس انه هذه صيدليه واني صيدلاني واني لا اصرف. لا والادهم ذلك دكتور، اكو بعض الامراض مثل السكري او مثل هاي الكارثه الثانيه اللي اريد احكي بيها. يقول لك يعني تخلص من هذا حب، يعني هاي خاص اصحاب الامراض المزمن يشوفون هاي الجمله يعني. اكو منتجات هسه يروجوا لها وترويج يعني مبين بمبالغ هائله، لانهم تدخل على البوست تلقى 20,000 لايك و30,000 لايك، وهذا عدد كبير. هذا الرسائل البيعيه الخاطئه التي انا بالنسبه لي اصنفها جريمه، انه لانه انت نصب واحتيال على الناس. اترك كل ادويه السكري، وصارت بهوايه مرضى واعرفهم، اترك كل ادويه السكري واخذ هذا هو راح يفيدك. هذه جريمة، لأنه هذا هسه مو واحد يريد يضعف ويريد يجمل جسمه أو ينزل، هذا مريض سكري. نعم. أنت تقول له اترك كل أدوية السكر وتعال أخذ هذا المنتج اللي هو فايبرز أو يعني أشياء بسيطة. نعم. قد يقلل امتصاص السكر بالمعدة وغيره. مرض السكري مرض واضح جدا، ما عندنا وقت هسه نجي ونشرح عليه. بس هذا المرض لا يمكن أن يتعامل معه أو يصنفه أو يحكي به الا الطبيب المختص. وادويه السكري لا يمكن مخاطرة كبيرة ان توصف الا بوصفه طبيه زين وتصرف من قبل الصيدلي. ماكو غير طريق لهذا، كل ما يشاع ويشون عن هذا كذب. فتشوفين هو ياخذ نوعين وثلاث انواع سكري، وصار له 15 سنه يراجع طبيب السكري ويشتغل وياه، وبلحظه واحده يجي واحد على الفيسبوك يقول له اترك كل شيء اخذ هذا الفايبرز ويترك كل شيء. مشكله بعض الناس صدق دكتور. انا اعرف، انا صايره بي حاله مسويها يعني. نعم. فارجع واقول مرض السكري لا يمكن يعالج الا من طبيب مختص، والادويه تصرف بوصفه، والصيدلاني هو يصرفها ويعلمها. ثاني شيء نصيحة عامة لكل مرضى السكري، عندك ثلاث فحوص تهتم بها طول عمرك تسويها، فحص مستوى السكر بالدم وانت صائم الفاستنج، وفحص البروست برانديال او اللي بعد ساعتين من الوجبة، والفحص الثالث اللي ممكن تسويه بالمختبر مو بالبيت اللي هو فحص خزين السكر او الاتش بي 1 سي. هاي الفحوص الثلاثة هم الاطباء اللي يعتمدون عليه ويشوفون يعني مستوى السكر مالتك، وعلى اساسها يقرر الطبيب ايش يعطيك علاج. فأي علاج غير اللي ينطيك طبيب للسكري ما يفيد، ماكو سحر بهالموضوع، ماكو سحر. بس هي شنو المشكلة؟ هم يلعبون على عواطف الناس يعني، ويتاجرون بآمالهم وأحلامهم. اترك كل شيء مالك علاقة، وأخذ خاشوقة ولا أخذ كبسولة تأخذها وتنزل 20 كيلو، إضافة إلى السوشيال ميديا والصور للناس الجميلين والكاملين والمتكاملين اللي نشوفها، تخلي كل الناس يريدون يصيرون مثلهم بأي ثمن كان. إضافة لذلك أكو منتجات أخرى كثيرة اللي هي من ضمنها الكبسولة الذكية والكبسولة الخارقة اللي هي الكبسولة الذكية شو تسوي؟ ما أعرف شلون هي تبلعها، فهي تضعفك من المكان اللي أنت سمين من عدة بها، يعني هي تستشعر بها كمبيوتر هو يشتغل. الكبسولة الخارقة اللي هي أيضا سايد ثاني من منتجاتي للمحفزات الجنسية، أغلبها بعد البحث والتحري تشوفين هي بها فياجرا أو الفياجرا وقرايبها خلينا نقول. فهي بالحقيقة أنت يا مريض إذا صدق عندك ضعف جنسي روح للطبيب يكتب لك فياجرا موجودة ب 2000 دينار من الصيدلية، بدال ما تشتري منتجات ب 100,000 و 150,000 كلها نصب واحتيال. العصارة اللي تصغر الخشم، التحميل اللي تكبر الأرداف، خلي أقول لك الخبطات اللي تنباع بالطاسات
كأنه لبن أو ما أعرف شنو. الخبطة الوردية والخبطة البيضة والخبطة اللي ما أعرف إيش. طبعًا هالخبطات كل خبطات البشرة هذه كلها أنا أقول لك شنو اللي بيها الكورتيكوستيرويد أو استيرويدات. والاستيرويدات هي استخدام طبي بحت لحالات معينة بالبشرة. تستخدمها بهاي الطريقة هم شو يريدون؟ إيش راح تسوي؟ تسوي توسيع الأوعية الدموية وزيادة مالتها او عرضها. نعم. زين وتسوي تثخن بالبشره وحبس للسوائل. فشي يصير انتفاخ ولون الاحمر ريدنس اوف سكن يعني. فهو هذا التاثير اللي يريدوه انه البشره مورده بس هي بالحقيقه بها سايد افكت كبير جدا ومعروفه الاستيرويدات يعني السايد افكت مالتها. ثاني شيء المصانع مال السكن كير والكوزمتكس تنبني بملايين الدولارات ومنتجات كبيرة وفحص عالمي. يعني هسه احنا حتى بالمنطقة العربية قليل عندنا شركات كوزمتكس يعني. حتى احنا غير قادرين على انه نفتحها على انتاجها يعني ممكن ننتج ادوية. يجي واحد حاط الكريمات بطاسات وتبيعها شلون تشترون منها ما اعرف صراحة. والشركات العالميه بعد ابحاث سنوات يلا تتوصل الى منتج هل انه لو هم سامعين يجي بالعراق كان يجوي بالعراق وانتجوا هذه. وهمين منتجاتهم لو ترضي الجمهور لو وحسب نوع البشره يعني المنتج بالضبط. المنتج ممكن يكون زين عليه بس على اخرين مو زين. لا والموضوع باختصاص اكو ناس مختصين اللي هو الاطباء الجلديه والبشره وغيره. نعم. هذول الناس المختصين وحتى الاشياء الكوزمتكس او اللي هي التجميليه ايضا اكو ناس مختصة مثل الصيادلة وغيره اللي هو ينطيك الشغلة المناسبة لك للحالة المناسبة طبعاً. فيطول هذا الكلام يطول الحديث. أتمنى أن وضحنا كل شيء اليوم للناس بالضبط. واللي يعني اللي شاف هذا اللقاء ينصح أنه الباقين اللي مدمنين على هذا الموضوع أنه يشوف هذا اللقاء ويسمع الكل ما تفضل به الدكتور. إحنا أمام مشكلة خطيرة جدا لأنه مثل ما قلت بالبداية الأرقام والإحصائيات تشير إلى نسبة كبيرة من العراقيين 25 مليون من عندنا مقابلين فيشوف كل شيء. واحتمال اللايكات والإعجابات والتعليقات تؤكد أنه الأغلبية منهم يذهبون إلى هكذا صيدليات وهمية. هذا بسبب جهل الجمهور. لازم الجمهور يتوعى، لازم يتعلم يستخدم جوجل. لازم المنتج اللي يشتريه لازم يعرف هو شنو. مثل ما تشتري ملابس السيارة من تروح تشتريها تظل شهر كامل تقلب بيها وتشوفها. الملابس أوكي بس هاي صحة هاي حياة. زين أنت بصحتك تشتري منتج من صفحة وهمية ما تعرف شنو هي ولا المنتج شنو هو ولا مصرح للبيع به ولا مصرح من وزارة الصحة. فهذا بسبب جهل جمهورنا خاطر بحياته. وبدول أخرى هاي الحالات ما تصير وماكش تجارة رائجة لأنه أول شيء أكو قوانين، ثاني شيء أكو وعي الجمهور. فأنا أنصح كل الجمهور بأنه يتوعى ويتخذ الحيطة والحذر من هذه المنتجات. إن شاء الله يوم تكون كل هذه الرسائل وصلت للناس إن شاء الله. إحنا أكيد حرصاً على سلامتهم وعلى صحتهم نناقش هذه المواضيع. وشكراً جزيلاً على كل التوضيحات. نأمل أنه اليوم الناس تتراجع بالفعل وتفكر 100 مرة قبل أكيد. ما تشتري دواء من هذه الصيدليات. وهذا واجبنا إحنا، واجب التوعية للناس. شكراً جزيلاً لك ودائماً نلتقي على الخير. أكيد شكراً جزيلاً.